الحرف الواحد مع أحمد ملا طلال. السلام عليكم. أكثر من وكالة أنباء اليوم تحدثت عن انتشار مئات الجثث بأحياء الموصل، لدرجة أكو خشية حقيقية من انتشار الأوبئة. هواي عوائل عبرت عن صعوبة العيش بين الجثث بعد 7 أشهر من هزيمة داعش وتوقف القتال. عبد الرزاق عبد الله اللي رجع هو وزوجته وأطفاله الثلاثة للحي اللي شهد آخر معركة خاضتها داعش ضد القوات العراقية، قال: ما أريد أن يمشي أطفالي بجوار جثث قتلى بالشارع كل يوم. وأضاف: نقدر نعيش بلا كهرباء، بس ضروري جدا أن ترفع الحكومة الجثث من الشوارع. معلوم أنه غالبية الجثث الملقاة بالعراء تعود لمتطرفين من التنظيم، أما المدنيين فجثثهم انشالت واندفنت بحسب العميد محمد محمود رئيس قوات الدفاع المدني بالموصل. وعدد الجثث المرفوعة بلغ أكثر من 5500 جثة. مديرية بلدية الموصل بدورها اضطرت لتشكيل فريق متخصص لتلقي طلبات السكان اللي فقدوا أبنائهم وأهلهم، والعدد هو 9000 مفقود يفترض اندفنوا تحت الركام أثناء المعارك أو بقبور جماعية على أيدي داعش. بعض السكان المحليين أدلوا بشهاداتهم حول ما شافوه من دفن جماعي. واحد منهم قال أن مقاتلي داعش دفنوا حوالي 100 شخص من جيرانهم بشكل جماعي وبقبور غير عميقة في باحة مسجد أم التسعة بالحي القديم. المواطن محمود كريم قال أنه هو بنفسه دفن ما بين 50 إلى 60 شخص أثناء قصف المدينة. تقرير مرعب ومحزن بنفس الوقت أثار انتباهنا اليوم، أما ملفنا لهذه الليلة فهو: العبادي يمسك بعصا التوازن فوق حبل الموازنة. خلونا نفوت مباشرة للبرلمان، لأن سالفته مو مال موازنة وحدة بل موازنات، موازنة مالية وسياسية وانتخابية لو حتى دبلوماسية. عفوا هذا التحليل المسبق وتعالوا للتفاصيل. التفاصيل تقول أنه مجلس النواب بدأ اليوم بالقراءة الثانية للموازنة، والجلسة راح تبقى مفتوحة للأحد الجاي حتى يكملوها، وواحد بشكم يوم التصويت يصير ماكو أسهل منه. بس لا تنسون رجاء القراءة اللي تمت اليوم للموازنة تتحمل قراءات سياسية، يعني مو مجرد أموال تنقر بل سياسة تلعب لعب بداخلها. الصاير عمليا أنه العبادي يكاد ينجح بالمهمة ويحصل على موافقة أبرز طرف معارض، وهو الطرف الممثل للمدن المدمرة والمحتاجة إعمار وشغل. الأكراد نجيهم بالأخير، أما المحافظات المنتجة للنفط فالصورة بعدها ضبابية. العبادي بعده مجلب بال5% للمترو دولار وبكل إيرادات المنافذ، ونواب هاي المحافظات يطالبون ب5% عن كل برميل ونسبة من إيرادات المنافذ وفق قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم. أما المهم فهم نواب الأنبار وصلاح الدين ونينوى اللي تقريبا تنفذت كل مطالبهم، وأهمها إطلاق المبالغ المخصصة للإعمار وإطلاق الوظائف والتعيينات وفق حركة الملاك وتوفير الميزانية المالية للدرجات الوظيفية اللي تستحقها هاي المدن ولمدة 3 سنوات سابقة، يعني السنوات اللي توقفت بها حركة التعيينات. الأحرى أن التوظيف راجع بأثر رجعي، وياه راح تنطلق الرواتب المدخرة وتتسلم لمستحقيها. أخبار يراد لها تشوبي ومطبق وصندوق مال فشك. الاتفاق صار، بس لحد يقول لعبادي متفضل، لا يابا، هذا استحقاق مثل ما يقول نواب هاي المدن، بل ربما أقل من المطلوب قياسا بالضيم اللي شافوه. بس بيننا وبينكم رئيس الوزراء مو خسران أبدا بهالاتفاق، إذا منقول رابح
الرجال ما خسران شيء من جيبه، وبنفس الوقت كسب جمهور سني كلش واسع يتمثل بعشرات آلاف الموظفين المعينين وأصحاب العقود والمستثمرين المحليين. كسبهم طبعاً وسوى بيهم موازنة سياسية هو أحوج ما يكون إلها بعد تراجع شعبيته مؤخراً، خصوصاً بعد تخبط سياسته الانتخابية. لهذا أكو مراقبين شافوا بهاي الموازنة المالية أفضل ميدان للاستثمار الانتخابي، سواء بالنسبة للعبادي أو للوزراء والمحافظين المعنيين بهاي المدن. شلون؟ لا تحيرون غاتي، لأنه قانون الموازنة خلى صلاحية التعيينات بيد الوزير المعني والمحافظ، وهذا يشمل أيضاً إطلاق مشاريع الاستثمار أو إعادة الإعمار. يعني السوق الاقتصادي راح يتحول خلال الأشهر الجاية إلى سوق انتخابي، وتعال واستثمر بشطارتك. طيب الأكراد شنو قصتهم؟ أكو حلحلة لمشكلتهم بالموازنة لو بعدنا بنفس الحفرة؟ الجواب هو إيه، أكو حلحلة وماكو حلحلة، وتفسيرها اللغز أنه بالكواليس يحجون عن معطى جديد ومفاجئ، وهو أنه صندوق النقد الدولي ربط مشكلة نسبتهم بالموازنة بنجاح مؤتمر إعادة الإعمار بالكويت. الصندوق اشترط على العبادي أن تكون نسبة الكرد 14% من الموازنة، مقابل أن يدعم صندوق النقد جهود العبادي في مؤتمر المانحين اللي راح يصير بالكويت. يعني حل وسط، لا هي 17% مثل ما يريدون الكرد، ولا هي 12.67 مثل ما تريد بغداد. هذا شنو معناه انصح وتنفذ؟ معناه انه اكو ريحه كلش قويه لتحركات دبلوماسيه كرديه ناجحه بكواليس صندوق النقد وبالقاعات السريه بواشنطن وباريس وباقي عواصم الاتحاد الاوروبي. هاي هم نوع من انواع الموازنه لو لا؟ اي طبعا، بدليل انه بغداد سكتت من شافت المي ماشي من جوا برلمانها وحكومتها، سكتت وربما قالت بسرها موازنتنا توازنت خارجيا. يا للعجب، بعد شكو كل شي ماكو داعتكم. الموازنة موازنات، والسياسة لعبة بيها لعب وعوافي علي يجيب نقش. أرحب بكم وأناقش هذا الملف مع الدكتور محمد تميم رئيس اللجنة المالية النيابية، كذلك مع عضو اللجنة المالية النيابية السيد النائب جبار العبادي، ومن السليمانية مع عضو ثالث في اللجنة المالية النيابية السيد مسعود حيدر. حياكم الله ضيوف. شلون؟ لا تحجون يعني. والله لا أسأل سؤالك هذا إلا أسأله. نقدر نقر الموازنة ده يقولوا لي الشباب. هسه نقر هسه هنا. نعم؟ إيه. اولا تحتاج الى تصويت، وبالتصويت احس نصوت ثلاثة. اي ماشي الموازنة، ماشي الموازنة بالاغلبية مو بالاتفاق. بالاغلبية. سيد مسعود. ماشي الموازنة. احنا نريد نمشي الموازنة اذا السيد رئيس الوزراء او التزم بوعوده خلال اجتماع اليومين الماضيين بتثبيت حقوق الكرد. اي حقوق الكرد هسه نجي عليه حقوق الكرد. بس اريد زين، بس اريد ابارك، اريد ابارك للدكتور محمد ولكل نواب المحافظات الغربيه على هاي ما اسميها الهمشه الزينه. لا على استحقاقكم يمكن الاف الدرجات الوظيفيه، عشرات المليارات من الرواتب المدخره، بعد شنو قروض لإعادة المساكن المدمرة. مدللكم السيد العبادي بموازنته. اي صحيح صحيح. يعني ما قلنا بالتقرير انه تستاهل تشيلات وتشوبي ومطوي. تستاهل تشوبي بس ما تستاهل تشيلات. تشيلات من شكرا جزيلا. تحية لك المشاهدين الكرام، للأخوة الأعزاء أعضاء اللجنة المالية. حقيقة فيما يتعلق ليس كل ما ذهبنا به إلى السيد العبادي تمت الموافقة عليه لكي أكون صريح، لكن تقديري ما تحقق واتفاق على المبادئ العامة أعتقد أنها كافية لتحالف القوى العراقية للتصويت على الموازنة فيما يتعلق بالدرجات الوظيفية. وبالمناسبة دعني أوضح قضية فيما يتعلق بالدرجات الوظيفية، هي أن لا نذهب إلى التعيين لفرص العمل،
وإنما هناك حاجة تحدد من الجهة المعنية سواء كانت الوزارة أو المحافظة. راح تروحون للتعيين لفرص التصويت. لا 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 خليني أقول لك إنه شوف التوقيت. شوف التوقيت يعني بعد 3 أشهر انتخابات انقرت الموازنة، محافظيكم ووزراءكم عندهم 3 أشهر وكو انتخابات. لا بس أكو جهة محددة مرتبطة بالدولة مو بضرورة رايحة للانتخابات، الجهة سواء كانت وزارة الصحة مديرية الصحة أو مديرية التربية تكتب عن حاجتها لاختصاصات محددة هذا نروح عليها، أما ما نروح نفتح التعيين على إطلاق وقد مو بضرورة تستغل كل الدرجات في عام 18 قد يرحل منها إلى 19. أما ما يتعلق بال يعني تتوقع تبقى درجة إلى 11/5/2018؟ إذا أتمارد يعني أتحدث عن توجه الحكومة وربما مجلس الوزراء قد تطلق التعيينات بعد 12/5 ها ربما. والله أشد على إيد الحكومة ومجلس الوزراء إذا سويت نعم حتى ما تستغل قضية التعيينات والانتخابات قد تطلق بعد 12/5 وهذا أقرب إلى الواقع وصار به حديث، لكن إحنا ربطنا موضوع الدرجات بتعليمات تصدر من مجلس الوزراء وأعتقد أن التعليمات ستضع لها بعد الانتخابات تنطلق هذه الدرجة. جيد سيد جبار، إذا هذا الدلال اللي مجلس الوزراء خلينا نقول السيد العبادي اللي إجى مرتين للبرلمان وناقش الموازنة هذا الدلال للمحافظات الغربية وهي تستاهل ومظلومة ومستحقة، لكن محافظات المنتجة للنفط بصرة مارة واسط بعد عندنا محافظة ناصرية كركوك كركوك نلحق عليها نلحق عليها كركوك زين هاي ما تستحق أيضا ما أقول دلال استحقاقاتها نص ناسها الآن مصابة بالربو بسبب النفط وغيره، ليش دلل المناطق الغربية ولحد الآن سيد العبادي متعنت في التمسك بنسبة 5% وما ينطر $5 على كل برميل؟ لا تحرض شنو؟ أحرض منه؟ لا لا هو لا لا. جاي يوصل رسالة، شكرا جزيلا. شو وصل رسالة الناس هاي حقوق ماشي. ابتداء تحية لجنابك الكريم ولضيوفك ولمشاهدك الكرام، اليوم الأول كان من اللقاء هو مع المحافظات المنتجة للنفط. احنا بصراحة مشكلتنا وين؟ مو مشكلتنا $5 و5%، ليش هي 5%؟ تدري ايش قد يعني تحقق؟ أي؟ يعني 3 تريليون و200 مليار. 200 مليار. مشكلتنا انه التخصيص السقف اللي نوضع بالموازنة لكل المحافظات طبعا. بالقياس الى حجم التصدير. اي بس التصدير. بس هو 90% لمحافظة البصرة. أي. السقف اللي وضع بالموازنة 400 يعني بحدود 2700 الى 2800 مليار، 2 تريليون و800 مليار. عادة يجي بالموازنة نص أنه يتم تسويته لاحقا بس ما يصير تسوية. الحديث اللي صار مع السيد رئيس الوزراء الآتي، احنا متوقع أكو زيادة بسعر النفط بدليل يعني احنا شهر 12 نباع ب57 الآن بموجب الموازنة جاي نباع ب46 يعني اللي حدته الحكومة أكو فرق بحدود $10 بين السعر التخطيطي وبين السعر الفعلي. هاي $10 راح تدخل للموازنة إيراد أكثر من 12 تريليون أي. أو 12 مليار دولار. 12 مليار يعني يبقى عندي 7 من العجز. لا حتى العجز, العجز حتى العجز ما سدد. لا جاز 13 تريليون. 13. هي أكثر من العجز. خلينا نقول سدد العجز. زين. إحنا شنو المقترح اللي طرحناه للسيد رئيس الوزراء؟ إنه إحنا نريد كمحافظات منتجة نغطي المبلغ المتبقي مالنا اللي هو حدود 2 تريليون وكذا نغطيه من هذه الزيادة المتوقعة. بالفعل وافق السيد رئيس الوزراء على هذا المقترح. اثنين نريد 50% من إيرادات المنافذ الحدودية تكون للمحافظة وابتداء الأولوية للمنفذ اللي بيه تطوير البنى التحتية وكذلك لمقترباته. أيضا وافق السيد رئيس الوزراء قال النسبة نسبة كبيرة قلنا له هذا ورد في قانون 21. هسا إذا نريد إحنا نرجع نتمسك نقول $5 نريد ونقول 5% بالنتيجة أنا أريد فلوس أجيب المحافظتي. السقف اللي مطالب محافظة البصرة ما تحقق كل السقف بس من يجيك لا لا عفوا تحكي وياي كعضو لجنة عضو اللجنة المالية كعبادي لو كبصراوي هسه انا شاهدي يمي لا مو اثنين شاهدي يمي لو جاي تدافع عن سيد العبادي شاهدي لو جاي تدافع عن هالبصرة شاهدي وياي هذا الكلام دار الحديث قاعد رئيس الوزراء يم دكتور محمد وهذا الحكي اللي دار بينه وبين رئيس الوزراء زين
صحيح لو مو صحيح؟ لا كان كان بصراوي ولا زال يتحدث بلسان اهل البصرة. تحققنا هاي الانجازات انا متاكد فيما لو تم تنفيذ الموازنه بهذه وانا اخذ للبصره 2 تريليون اعتبر هذا انجاز كبير جدا صح. ما حققناه في كل السنوات الماضيه. السقف اللي نريده نرجع على قانون 21 بعد ما انه نخلص من هاي. المانع شنو المانع انه تنطوهم 5 دولار على كل برميل وشوف الفرق بين 5 دولار على كل برميل وبين 2 تريليون. احنا امكانيه الدوله نعرفها، امكانيه الحكومه الان مو اكثر من هذا ما تقدر تنطي. لا تقدر تنطي الكرد 17% ولا تقدر تنطي المحافظات. لا تنطيني، احسب لي اياها 5 دولار وتعهد لي كحكومه انه تنطيني اياها من يصير عندك. اول شيء ليش بصر على 5%؟ لا هي فرقه شاسعه عن ال 5 دولار. لا ال 5 دولار اللي يريد يحكي بيها، ال 5 دولار كان السعر ب 100 دولار البرميل. الان هسه من يوصل السعر 50 100 دولار هم يرجع. هذا اولا. اثنين احنا ما متخلين على القانون 21، القانون 21 نرجع له السنه القادمه. كتبنا حتى بالنص انه بعد ان نتجاوز هذا الموضوع وتكون الاسعار مناسبه نرجع للقانون. ذا قانون، هذا قانون وقتي. مثل ما ادخرت رواتب المناطق الغربيه، هاي المبالغ لازم تدخر 5 دولار وتدخر لهذه المحافظات، ومن يصير النفط ب 100 على حكايتك تطوها لهذه المحافظات. انا اريد فلوس اليوم، ما اريد بعد 10 سنين. انا اليوم اريد ابني، هاي السنه اريد ابني. انا من اريد ادخل بجدال، دخلت جدال دفعه اولى من ال 5 دولار. استاذ دخلت بجدال العام وخليت نص بالنتيجه طعنت به الحكومه وما قبضت ولا دينار. اذا اريد ارجع بنفس النقاش وادخل بنفس الجدل وما حصل ولا دينار ما اريده. انا دخل اخذ هسه 2 تريليون وليش لاحق عليها. زين خل نروح الاستاذ مسعود السليمانيه ونساله. اليوم الا شويه ضاربتوا تلازمتوا شققتوا اوراق اعترضتوا، وانتم تعرفون الدوله ما عندها فلوس، يعني فضلا عن انه مطالبتكم بهالنسبه هي مو مطالبه واقعيه. واول البارحه قبل اول البارحه سيد العباد يقول اتفاق سياسي ل 17%، ويعرفون حال الحكومه والنقد اللي عندها واللي يجيها. شنو هالملحه هاي؟ ارضوا باقتراح البنك صندوق النقد، خذوا لكم 10 مليار وهم تصفى حالكم حال المحافظات الجنوبيه. نعم، تحية طيبة لحضرتك والمشاهدين الكرام وزملائي الشيخ جبار اللي شوي اليوم في الحقيقة زعل منا، ولزميلي رئيس اللجنة دكتور محمد والمشاهدين الكرام. طبعا بالنسبة لي يعني احنا صار عندنا شعور ان السيد رئيس الوزراء يتهرب من المكون الكردي، وبالتالي مع الأسف الشديد يعني أصبح يعطينا انطباع بين كل ما يصرح به في الإعلام وحتى في اجتماعاتنا لا نراه تنعكس إلى خطوات عملية وخطوات ملموسة. وإحنا طرحنا أفكار عملية جدا لمعالجة موازنة الإقليم في مشروع قانون القانون. وأعتقد الحل الموجود، إحنا ما تحدثنا عن النسب، والشيخ جبار يعرف الفكرة وأنا شارح له الفكرة بشكل مفصل. عن شنو تحدثت دكتور محمد؟ إذا ابتعدنا عن النقاش حول 17% أو 12.67%، عن شنو اللي يرضيكم عدا نحن النسبة؟ نتحدث نحن. نعم أستاذ أحمد، إحنا يعني هناك تقارير عراقية، تقارير دولية يعني واضحة المعالم جدا فيما يتعلق بالحد الأدنى لحاجات الإقليم، فيما يتعلق بالرواتب وبالتشغيلية الاستثمارية الموجودة به حوالي 400 مليار، أي لا شيء مقارنة بحاجة الإقليم في الاستثمارية. فالجزء الأكبر من هذه الحاجة اللي حضرتك ذكرته بحدود 10 تريليون، هذا هو الحد الأدنى الذي يحتاجه الإقليم لإدارة الإقليم. وطبعا عدم تخصيص هذه الأموال معناه تضييق الخناق الاقتصادي بشكل غير مباشر على الإقليم وتدمير. معنى كلامك أنه الكرد ما راح يدخلون يصوتون على الموازنة إلا إذا تعهدت الحكومة بالقانون قانون الموازنة بدفع 10 تريليون؟ أنا أحكي لك بصراحة، في الاجتماع الثاني اللي عقدناه قبل كم يوم مع السيد رئيس الوزراء في مكتبه،
طرحنا افكار واكد بانه راضي عن هذه الافكار، وهذه الافكار هي مقبوله، ودعنا نجد حلول فنيه. فسيد رئيس الوزراء هو وزير الماليه وكاله من هذا المنبر. طبعا انا البارحه يعني تواصلت مع مكتب السيد رئيس الوزراء، لكن في الحقيقه لم ارى استجابه لهذا التواصل، والامر يعود الى دكتور حيدر العبادي نفسه بعقد لقاء فني، واعتقد ممكن معالجه هذا الامر بزمن قياسي اذا جلسنا مثل ما جلس الاخوه السنه، مثل ما جلس ممثلو المحافظات مع الدكتور حيدر العبادي، لان بالنتيجه هو في الحقيقه خلينا نكون واضحين، هو صاحب القرار الاول والاخير، واضح، وهو الذي يضع مع الخطوط العامه للموازنه، وهناك حلول داخل الموازنه بدون زياده اجمالي الموازنه بامكاننا ان نعالج تخصيص الاموال للاقليم ضمن هذا العشرة تريليون بدون ذكر النسب وشيء من هذا القبيل. دكتور محمد كرئيس اللجنه اي الخيارات تدعمه؟ وين رايحه الامور؟ السيد العبادي يوافق على 10 تريليون دون ان نمر لجدليه النسبه، ايش قد نسبه الكرد؟ لو نرجع نوب للجدل 14، شنو دور صندوق النقد؟ ليش صندوق النقد دا يصر على الحل الثاني اللي هو دفع 10 تريليون؟ يعني احنا بشكل واضح صندوق النقد الدولي يقول انه العشرة هي اللي تمشي امور الاقليم، تعالج حاله الرواتب، رواتب البيشمركة. لكن السيد رئيس الوزراء انا تحدثت معه في اثناء الحوار مع تحالف القوى فيما يتعلق بالاستحقاقات، يعني احنا عندنا مبالغ مخصصة لإقليم كردستان، وأكو أيضا مبالغ أخرى مخصصة تتعلق بنفقات سيادية قسم منها نفقات الشركات النفطية اللي من ضمنها الشركات العاملة بالإقليم. إذا ما رفع هذا الاستحقاق من النفقات السيادية أو الحاكمة ووضع ضمن حصة الإقليم، نكون قد اقتربنا من الرقم اللي يريده، لكن نصل للعشرة ابدا لا يمكن، صعب. لان صعب، لان السيد رئيس الوزراء قال منين اجيب هالعشره؟ لا تطهم ال 17 ولا تطهم ال 10. لا لا مو لا نطهم ال 17 ولا نطهم ال 10. اولا قضيه النسب احنا ما بدنا نتحدث، هذا الموضوع غادرناه كل الكتل السياسيه. الموضوع النسب يتعلق بعدد السكان وين ما كان، هذا المعيار الواحد اللي كنا غادرناه، الان الحوار شيء اخر. الرقم الذي ربما يخصص الى الاقليم يقترب من 8.5 تقريبا تريليون. نعم الحديث باقي الحديث عن حوالي نص تريليون دينار عراقي. زين، وهذه منين تجيبها؟ منين تاخذها حتى توديها؟ لازم اكو معيار تخليه، من تخلي هذا المعيار فوقها، يعني فوقها حتى يعني ما مدبريها، واذا مشيت راح يصير سنه. يعني هسه انا ككردي انسى ال 17% وتصير سنه كل سنه انطهم 6.5 مليار دولار او 7 مليار دولار وخلي، مو علما انه نسبتهم هم اللي متعودين عليها 17. ايه راح تصير سنه، انا ككردي اخاف. لا هسه النسبه قلت لك لا تمشي سنه، احنا قلنا لك النسبه جاي تمشي سنه، قلنا لك النسبه غادرناها، وهذا الموضوع كنا نعرف باللجنه والكتل السياسيه. بدنا نتحدث عن شيء اخر، بدنا نتحدث عن استحقاقات المزارعين في اقليم كردستان، بدنا نتحدث عن المبلغ اللي اقترحه صندوق النقد، واحنا شخصنا انا والاستاذ جبار كنا في الاجتماع مع صندوق النقد. صندوق النقد لم يكن حيادي في الطرح اطلاقا، وانا اقولها بكل صراحه، صندوق النقد كان مائل مع الكرد طبعا بشكل واضح، ومشغول بشركات علاقات عامه بشكل واضح. ناس يعرفون يشتغلون، انا ما قايل ما يعرفون يشتغلون، لكن احنا نريد نصل الى حل، والحل انا لا زلت اعتقد انه قريب، لكن قضيه جزء منها دعايه انتخابيه، خلينا نتكلم بصراحه. جزء منها دعايه انتخابيه طبعا، جزء منها دعايه انتخابيه، واللي حصل اليوم في جلسه اليوم جزء كبير منه هو دعايه انتخابيه. هسه الاستاذ مسعود هو يدافع عن الاكراد، بس انا لو كنت نائب كردي اتشرف بدعايه انتخابيه ادافع عن اموال الكرد. لا ما قال ولهذا احنا ما زعلنا. زين ما زعلت استاذ جبار، يعني تريدون تاسسون تاسيس يمكن الكرد غافلين عنه، تريدون تاسسون تاسيس خطير. الكرد يحكون عن نسب 17% كانوا مفكرين يسووها 21%، الان تريدون تقنعوهم بمبلغ مقطوع، والله ها مشي اموركم بذني لان ما عندنا فلوس. شنو اللي يضمن لي اني؟ لا انا لو نائب مو بس اسحب منك التقرير اليوم واحاول امزقه اليوم على المنصه. طبعا حقهم. بس هم اليوم موقفهم خسروا به هوايه. شلون؟ خلوا وحدوا كل الكتل السياسيه ضدهم وراح تستمر الموازنه، احنا كلجنه ماليه كان عندنا لقاء يوم امس والاخوه اعضاء اللجنه الماليه موجودين.
وحكينا لهم بصريح العباره قلنا لهم احنا النسبه هاي ال 17% غادرناها. سمعتم من رئيس الوزراء واحنا تسمعون من عندنا ممثل الفتر. عندكم مطالب تحت هذا السقف ممكن نوصل بيها. الجماعه شو يريد يسوون بصراحه؟ هسه هم خلي توصلهم رساله مباشره. هو حسبها بال 17 تريليون بحدود ال 10 تريليون تجي. بال 17%. بال 17 شو يريد يسوي؟ اقبل بال 12% بس يرجعني وين؟ ياخذ هم ال 10 تريليون، شلون ياخذ هال 10 تريليون؟ يخفض السياديه، يصعد التعويضات، يجيب منها، يودي منها يدفعها، هو المهم عند النقد. انا اجي وياه ضمن سقف معين، تعويضات الموظفين قلنا ما يخالف. الفلاحين مو انت 350 الف طن مصدر العام والسنه اللي تصدر 900 الف يعني ثلاث اضعاف تشتري من تركيا وتبيع وتعتبر هذا لك. هذه التفاصيل المفروض خليه يتجاوزوها غادرهم احنا زملائهم وياهم. اذا يريدون يجون ويانا بالمسطره مثل ما ياخذ ابن الجنوب وابن الوسط وابن الشمال هم ناس ويانا هاي الخبزه نقسمها بيناتنا. هو يريد لا ياخذ مثل قبيل بعد ما صارت هاي انتهت مصر. الهوسه اليوم اللي سووها والجدل اللي سووه لو ما مسويه هواي افضل لان على الاقل احنا كلجنه زملائهم متعاطفين وياهم والتقرير وكسروا تعاطفكم هسه. نعم التقرير اللي كتبناه لهم قلنا ثلاث نقاط، اكو محافظات منتجه هذه الحلول، اكو محافظات محرره هاي الحلول، اقليم كردستان هاي الحلول، وهم قاعدين وشافوا احنا مع انه نجد حلول لهم وكتبنا الحلول 1 2 3 4 واضح. اذا سيد مسعود كردستان في الموقف الاضعف خاصه بعد ما تم ارضاء المحافظات ونواب المحافظات الغربيه المتضرره المحرره المدمره تم ارضائهم بمطالبهم صاروا الى جانب حتى كسر النصاب ما راح يصير اذا صار تصويت على الموازنه لاحقا لان نواب تحالف القوى راح يدخلون ونواب التحالف الوطني ايضا يجوز يرضيهم السيد العبادي ببعض الامور الخاصه بالمحافظات المنتجه وستفرض الموازنه بالاغلبيه فعبر النهر ما دام ضيق. انا بس اذا تعطيني مجال عندي شويه تعقيب على كلام الزملاء. اولا اللي احنا سويناه اليوم هذه مو هوسه، هذا حق ودفاع عن حقوق مكونات اقليم كردستان بكرده وعربه وتركمانه واقلياته، لان احنا نمثل كل المكونات في اقليم كردستان. ثانيا فيما يتعلق بمستحقات الفلاحين، طبعا هناك يعني ضمن اتفاق التصنيف الائتماني مع صندوق النقد الدولي، شروط صندوق النقد الدولي ان العراق يدفع مستحقات جميع الفلاحين والمقاولين في العراق. انت يعني اكو مشاكل هسه احنا يعني كنائب لازم اكون منصف، ربما تجار جشعين ناس فاسدين جايبين حنطه من دول مجاوره، انت استلمت البضاعه وبالتالي عليك التزامات ماليه واستهلكت البضاعه، اليوم تجي تعاقب هاي التزامات ترف، هاي التزامات ترف، يعني عندي مع حكومه وعندها معلومات انه تجار كرد بس دقيقه لا عفوا لا 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 انت اعرف بالواقع اعرف بالواقع متعاقد وياه يا اخي، عندك عقد وياه تشتري منه بسعر الحكومه وبعدين تجي تقول انا ما انطيك. متعاقد ويا الفلاح انا ما متعاقد ويا التاجر اللي يجيب لي حنطه من تركيا ويوديها للسايلو. هسه ما يخالف يعني المهم شوف تجي بعدين تستقطع حوالي 60% من مستحقاته يعني لا يقبلها لا القوانين السماويه ولا القوانين الارضيه. هم تنحل، هم اروح على الخطه يعني الزراعيه وعلى الغله واشوف ايش قد هم تنحل هاي، اروح خطه زراعيه وغله واشوف ايش قد كردستان الصدر. هسه هم محلوله. استاذ احمد بالنسبه الى حاجه الاقليم، شوف هناك فقرات موجوده ضمن النفقات السياديه، انا السيد رئيس الوزراء قال لنا في القاعه الدستوريه وقال لنا ايضا في اجتماعنا معاه في مكتبه انه ما الشركات النفطيه انتاج النفط هذه مو المفروض تكون ضمن السياديه. يا اخي بشكل غير مباشر انا اليوم حكيت ويا الشيخ جبار، مستحقات المقاولين بشكل غير مباشر مطلعينها من الموازنه وكانها سياديه حتى تاثر على نسبه الاقليم. اذا الحكومه العراقيه واذا الاحزاب السياسيه في العراق فعلا يريدون معالجه
المشاكل مع اقليم كردستان ويعتبرون المواطن في الاقليم كافي شعارات وتصريحات وكلام وردي. اذا فعلا هذا الشعب هو جزء من الدوله العراقيه تعالوا خلينا نعالج، احنا عندنا حلول، خلينا نقعد لنا ساعه. اسالك سؤال مباشر سيد مسعود حيدر، سؤال مباشر في ظل الظرف المالي والنقدي اللي تمر به الدوله العراقيه، الحكومه العراقيه 8 مليار دولار الان في سنه على وضع لاقليم كردستان حالي يحل ازمه لو ما يحل ازمه؟ 7.5 مليار دولار يحل ازمه في كردستان لو ما يحل ازمه؟ يحل ازمه الرواتب لو ما يحلها؟ يحل ازمه الشركات النفطيه لو ما يحلها؟ زين ليش ما تكون واقعي؟ ليش ما تكون مرن؟ ليش تتصلب وتخسر تعاطف زملائك؟ تخسر تعاطف زملائك باللجنه؟ اسمح لي خلي استاذ احمد، انت احنا ماليا نعتمد على بيانات حقيقيه معتمده داخليا ودوليا حتى من قبل الحكومه الاتحاديه، ام نجي نحلل على كيفنا؟ وبعدين مع تقديري لزملائي، واحنا فعلا نريد لاننا نريد حل ونعرف تقرير اللجنه الماليه بالنتيجه تبقى في على رفوف اللجنه الماليه. المهم هو القانون، ما نقر في القانون. وإذا الحكومة ومجلس الوزراء بالتحديد ما يوافقون على أي إجراء يتم يعني داخل الموازنة مشروع القانون، ففي الحقيقة كله بالإمكان. وإحنا تجاربنا في 2015-16-17 الحكومة ترجع وتطعن بكيفها وترجع كل الأمور إلى نقطة الصفر. واضح هنا يجاوب. فأني طلبي واضح جدا، واليوم مطالبنا كانت واضحة، أنه نجتمع مع السيد رئيس الوزراء لكونه هو الوحيد اللي قرر الأمور الفنية أيضا وهو وزير مالية وكالة، ساعة من الممكن أن نضع النقاط على الحروف. دكتور محمد وين رايح الأمور؟ موازنة إن شاء الله أسبوع الجاي بالجلسات ماشية. لا لا لا، فيما يخص هاي النقطة بالتحديد اللي هي يعني هاي سبقت الإشكالية الجماعة مستسلمين جماعة ال لا مو مستسلمين، لا مستسلمين جماعه المنتجه للنفط مستسلمين. لا هو شوف شنو مستسلمين المنتجه للنفط؟ لا هو دائما المحافظات الجنوبيه حتنصحص. لا هم اخذوا ولا يرضون بكل شيء ما فوق المخطط، وهم انت هم يريدون نتيجه ما يريدون نصوص. لا مشتبه، لا ما مشتبه، لا مشتبه. لولا اصرار نواب المحافظات الغربيه استاذ جبار على مطالب شعبهم وناسهم واحتياجاتهم ما يدللون الدلال. لا هي مو موضوع ترى، ولولا اصرار الكرد حاليا وكسرهم للنصاب. استاذ احمد ما لا كسرت النصاب نواب الاتحاد الوطني. انت تفاصيل مو عندك بس الظاهر واصلتك شيء اخر، تفاصيل اخرى يبدو. انت اسالنا احضاء اللجنه الماليه، هذا رئيس اللجنه واحنا الاعضاء. تفضل اسمح لي. اولا فيما يتعلق بمطالب المحافظات الغربيه، ترى مو كل اللي رحنا به هو جينا به، واريد احكي لك شيء. كل اللي رحنا به ما بي زياده انفاق، يعني ماكو شيء فوق ال 103 للموازنه، هذا حتى يكون واضح حتى نثبته، لكن اتفقنا على اليات لمعالجه الكثير من الاشكالات وحتى الرواتب المدخره. ذهبنا اول بالخطوه الاولى الى الرواتب الاسميه ومن ثم ايضا هي بالتقسيط، وبالتالي مو كل اللي رحنا به حتى مبالغ اعاده الاعمار تدويرها اللي هي بالصندوق يتعارض مع قانون الإدارة المالية والدين العام، وكان صريح السيد رئيس الوزراء. هدوءكم اليوم بالجلسة ودعمكم زين، احنا كل النواب ما تصد أعضاء اللجنة المالية، هدوءكم اليوم بالجلسة الكل مستغرب له. لا لا ما كل شيء حصلته. لا مو كل شيء، لا كل شيء لا مو كل شيء. تقول لي حصلته أقول لك نعم اتفقنا سيد رئيس الوزراء، أقول له كان إيجابي في التعامل مع المطالب، لكن تقول لي كل شيء حصلنا أقول لك لا، وهي نصوص وأفكار وأيضا سنعيدها لنتفق عليها بصيغتها النهائية. اما انه احنا وين رايحين، المحافظات المنتجه للنفط حصلت لو ما حصلت، احنا وصلنا الى نتيجه انه ما زاد عن المخطط، يعني ما راح لتغطيه عجز وغيرها، تغطيه عجز هي قضيه اخرى، ما زاد عن المخطط ناخذ منه نسبه توضع للمحافظات المنتجه للنفط، و90% من هذه النسبه تذهب للبصره باعتبارها 90% تنتج من نفط العراق المصدر. اما فيما يتعلق بالاخوه الكرد الكتل الكردستانيه، احنا رفعت الجلسه الى يوم الاحد القادم. خلال هذا الأسبوع يفترض يعقدوا اجتماعات مع اللجان الفنية في وزارة المالية ومع السيد رئيس الوزراء ويأتوننا بشيء، لكن إذا ما وصلوا إلى اتفاق أعتقد الموازنة قرأت اليوم القراءة الثانية والتقرير كدنا أن نكمله، والأسبوع القادم سنشرع في عملية التصويت على الموازنة. هذا قرار حتى وإن قاطع الكرد من يكتم النصاب مش الموازنة. لا شلون يصير يا دكتور محمد؟ نعم استاذ مسعود عفوا اسال قبل ما يغادرنا، اللي راح يغادرنا
وراح نطعن بالجلسة لأن النصاب ما كان موجود والفيديوهات منشورة وموجودة. أني أول واحد يعني دخلت لما شفت إنه شو اسمه حضرتك ما كنت موجود. نعم. يعرض جدول الأعمال للتصويت ما كان أكو نصاب، وبعدين حسبوه كان 154 نائب. احنا ما فهذه الجلسة احنا ماذا نتحدث استاذ مسعود؟ انت مو جديد على النظام الداخلي. لا ان شاء الله ما نوصل، انت مو جديد على مجلس النواب. احنا اليوم ما كان عندنا تصويت، كان عندنا استكمال، افتتحت الجلسة بانه اكو نصاب. لا تصويت على درج الموازنة، تصويت على درج الموازنة ضمن جدول الاعمال. استاذ مسعود، الموازنة اليوم قرأت القراءة الثانية، الاتفاق انه نستأنف الجلسات لاستكمال النقاش يوم الاحد. تعالونا متفقين يوم الأحد حتى نمضي. إحنا أيضا ما نريد نمشي شيء بدونكم، نأمل أن تصلون إلى اتفاق. واتفاق طبعا أنا أقول لك ما كل شيء تريدوه تحصلون عليه. طيب حضرتك رئيس لجنة مالية، مارس دورك يا أخي وخلينا نقترب من بعض. أنا يعني أخذ دوري لإدارة اللجنة وإدارة الجلسات، لكني لا أستطيع أن أقمع رأي أو أتجاوز على رأي الأغلبية في اللجنة. وأنت تدري أنا من إدارة اللجنة كانت هذه إدارتي تنسجم مع ما تريده اللجنة وليس انسجاما مع ما اريده شخصيا او ما تريده كتلتي، وهذا واضح ويعرفه الاخوه في اعضاء اللجنه. زين، حتى ما يزعل علينا زميلنا العزيز ريناس. ايه، انا اشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد تيم على هذا الحضور وعلى هذه الاضاءات المهمه كرئيس اللجنه الماليه. شكرا جزيلا لك. وخليني شكرا جزيلا شكرا وخليني ويا استاذ جبار، ما دام انت واخوك دكتور محمد متفقين على كاك مسعود، ف ممكن تكمل وتقول انه السيد العبادي انطت عنوان عصا التوازن. نعم، لعبها خوش لعبه السيد العبادي. قال لك دخلك سب السنه، انا ماشي موازنه، دخلك ما يكسب الكرد والسنه سوى خصعب، خلك سب السنه الجانبي، ارضيهم انطيهم مطالبهم زين، وخل عود الكرد يكسرون النصاب. هاي عقليه ممكن يفكر بها رئيس وزراء ويا 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 اقليم تعرف شنو وضعه، وضع رواتبه ووضع موظفيه ووضع حالته المأساويه الحاليه. شوف استاذ احمد، احنا قبل لا نقرا القراءه الاولى الكل كل اللي معترضين سواء المحافظات المنتجه او المناطق المحرره او الاقليم قالوا احنا ما نبدي في اي نقاش ولا قراءه بدون ما يحضر السيد رئيس الوزراء. اجى السيد رئيس الوزراء، حضر بمجلس النواب وليومين متتاليين، وكان حضوره فعلا يعني حل كثير من المشاكل. شلون؟ ما يتعلق بالاخوان في اقليم كردستان قال لهم النسبه انسوها، لا تحكوا لي بالنسبه اللي هي 17%. اذا هذا حديثكم هذا اتفاق سياسي والاتفاق رحل، احكي لي انت شنو المتطلبات اللي عندك، انا اللي ممكن اوفرها، انا اعرف شنو مشاكلك، عندك مشاكل بالرواتب من جانبي، لكن في جانبك اكو مشكله، انت ما عندك قاعده بيانات، انا حتى هسه من اريد انطيك راتب ما اعرف ايش قد انطيكو المن. 13 سنه ماكو عندي تواصل بيني وبينك، وكنت تمنع ديوان الرقابه الماليه من التدقيق. بقيه الالتزامات وبقيه التخصيصات انا حاضر اجي وياك ضمن سقف معين وضمن موضوع النفط يفترض ينحسم. هذا للاقليم. المناطق المحررة قال أنا عندي سقف للإنفاق العام 103 تريليون، لا حد يفكر أنه أقدر أسوي 103 زائد دولار. ممكن أناقل لك من هذا الباب إلى هذا الباب، أنتم كمجلس نواب وكلجنة مالية لكم الصلاحية، أي باب تشوفوه ممكن مناقلته ناقله. اثنين، أي نص تشوفوه ممكن أنه يخدم أنا ما عندي مانع. المحافظات المنتجه للنفط وكذلك سقفها، تعرف اللي حكيته جنابك، سقف احنا نريد 5 دولار. قال 5 دولار الان في ظل هذا الظرف وفي ظل هذا السعر ما اقدر انطي 15 دولار الان ما اقدر، انتم لكم 5% انا مخصصها. ال 5% مشكلتكم انتم تخصيص اللي يجيكم 400 من اصل 3 تريليون، قولوا لي شلون نحل ال 2600؟ فانطيناه حل ووافق عليه اللي هو ينطيه من خلال الزيادة اللي اتفقنا عليها. اللي أريد أقوله بعد هذا النقاش اللي دار داخل القاعة الدستورية وحتى في مكتب رئيس الوزراء، يفترض الأخوة بالإقليم على هذا السؤال يتعاملون. هذا سؤالي للأستاذ مسعود، هذا مقترح للأستاذ مسعود. يا الجماعة أكو أخذوا ردوا قدامكم أسبوع من الأحد حتى يجي التصويت على الموازنة، تفاوضوا أخذوا انطوا يا رئيس الوزراء، وانتم تعرفون الواقع، يراد صفقه واقعيه
مو صفقة تعنت لا من رئيس الوزراء ولا من جانبكم، أكو صفقة واقعية لازم تصير. خلوا ببالكم وضع ناسكم وش قد محتاجين، وخلوا ببالكم وضع الحكومة وفلوسها والمية وثلاثة تريليون اللي ما يصير 103 تريليون دولار. خلوا ببالكم هالقناعة، وخلوا ببالكم أيضا أنه أكو غالبية داخل مجلس النواب بإمكانها أن تقر الموازنة يوم الأحد حتى بغيابكم. أستاذ أحمد، طبعا هو الشيخ جبار من المقربين للسيد رئيس الوزراء، أي وأنا يمكن من يعني من أحد النواب الكردي اللي ساهمت خلال الأيام الماضية في يعني ترتيب بعض الأمور مع زملائي داخل الجلسة وخارج الجلسة، وحتى السيد رئيس الوزراء يمكن شعر يعني بهذا الدور الإيجابي. اليوم في الحقيقة لما شفنا أنه ما كن يصاب وبالتالي يتم فرض أمر واقع، مو هكذا تدار الجلسات داخل البرلمان، ومو هكذا يتم تشريع قانون مهم مثل قانون الموازنة اللي يمس حياة كل مواطن. وفي آخر اجتماعنا أرجع أكد مرة ثانية أنه لما اقترحنا عقد اجتماع فني، وأنا تواصلت حتى أنسق مع مكتب السيد رئيس الوزراء، لأن القرار بيد السيد رئيس الوزراء، والشيخ جبار يعرف داخل وزملاء آخرين مقربين من السيد حيدر العبادي أنه خلي نرتب لقاء. أنا هسه أقول للشيخ وأقول أتمنى أنه هذا الكلام يوصل للسيد رئيس الوزراء خلال هالأيام، في أي لحظة يتصلون بينا من مكتب سيد رئيس الوزراء، وأرقام تليفوناتنا موجودة عندهم، نجي إذا ما شايفين استعداد عندكم كنواب كرد للقبول بواقع إحنا بالواقع المالي والنقدي. هذا قرار من سيد، إذا ما منطيهم هذا المسج، ما منطيهم مسج إنه مستعدين إحنا للتفاوض والقبول. لا منطيهم، أنتم بخروجكم من مجلس الوزراء يعرفوا أني بمقاطعتكم للجلسة تكون رسالة سلبية. أنا ناقشت ويا رئيس الوزراء شخصيا، بس إذا تسمح لي. تفضل. أكو بعض الأمور هي فنية ما يحتاج إلى مزايدات، وضمن الإطار الموجود في قانون الموازنة ممكن أن نوصل يعني إلى أرقام قريبة من 10 تريليون. هسه إحنا ما نجي نبعد إلى ونناقش إلى حد الفلس، إحنا نريد قانون موازنة لكل الدولة العراقية، ونريد نكون جزء من التصويت لمشروع القانون، ونريد أيضا معالجة المشاكل الاقتصادية في الإقليم ضمن العراق، ضمن الدولة الاتحادية. فبحاجة إلى استجابة وبحاجة إلى توجه إيجابي من الحكومة ومن شخص السيد رئيس الوزراء. فمحاولة تمرير مشروع القانون بالأغلبية وتهميش الكورد خطأ استراتيجي كبير، وإعطاء مسج سياسي صار بموازنة 2013 هي صندوق النقد والبنك الدولي، صار بموازنة 2013. وأتذكر المؤتمر الصحفي اللي كان به السيد حيدر العبادي رئيس اللجنة المالية وأعلن به تمرير الموازنة، إذا متابع ذاك الصخب اللي صار بتمرير الموازنة، ويصير مرة ثانية، ويمكن ظروف 2013 ما كانت مثل هاي الظروف، لأن أكو استعداد أكبر خاصة بعد إرضاء المحافظات الغربية بهذه المناورة اللي سواها دكتور حيدر. إيه احنا ما نريد، احنا شوف مو مدريد اذا حضرتك ترجع ل 2013 سيد مسعود يعني حيدر موله دولة مبني سيد مسعود على اساس شكوا عليك انت، اكو شهر ما استلمت راتبك من مجلس النواب، انا جاي احكي عن مئات الاف الناس ملايين الناس اللي ميتة جوع بكردستان، ليش التعنت هذا؟ اي انا احكي عن الناس، اوكي اخذوا 8 مليار ومشوا الامور وتعرفون واقع الدولة، هذا المطروح. احنا يا اخي اكو تقارير موجوده عن سيد رئيس الوزراء 9 تريليون و552 مليار دينار حاجه الاقليم كحد ادنى. زين هذه من الممكن مناقشته ومعالجته بسهوله اذا كان هناك فعلا قرار جيد من السيد رئيس الوزراء. خلينا نقعد الفرق جيد داخل مشروع القانون اليوم افوض هنا بالحرف الواحد، خلينا نقعد الفرق 9 وش قال 9.5 تريليون، اي 9.5 تريليون، ايش قد ناوي تعطوهم حسب قناعه رئيس الوزراء؟ 6.6 تريليون 6.6 نقول 7 حدود 6.800 اي 7 نقول 7 اي هي 7 زين 7 و9 2.5 الفرق اي
هو اذا ليش ما يقسمها بالنص سيد العبادي؟ لا مو يقسمها بالنص، هو يا معود الشيخ جبار يعرف انا عندي الحل. ايه هو عنده حل، عنده حلول. أيه؟ بس مشكلتهم الاخوه ما يعرفون شو يردون بدليل شو الشيء. نعرف انا اقول لك ما يعرف والله نعرف. هو هسه الحلول اللي عنده، الحلول اللي عنده واللي قعدنا امس باللجنه الماليه وسولفنا بيها وضمناها بالتقرير وهو ويانا وقلنا له روح اقنع ربعك باكر راح نقرا التقرير. شو اجى هوس وياهم هو حاله حالهم زين تبو قاعد ويانا البارحه. هاي الحلول اللي عنده انا متاكد ممكن نوصل، لكن المشكله وين؟ احيانا ياخذ الصخب، ياخذ اكو اخرين هو ينجر وياهم ويبدون يهوسون ويصيحون ما يعرفون شنو يريدون. ناس مكلبه لحد الان تريد النسبه ال 17% او ناس ما اعرف شو تريد. انت بالنتيجه اكو حقوق والتزامات، حقوق على الدوله لازم تنطيها والتزامات عليك، الالتزامات عليك معروفه. هسه هو حتى موضوع الرواتب، انت اذا ظل بهذا الموضوع اريد نقول تعاطفت وياك مجموعه وكسرت النصاب ما مررت الموازنه، عمليا شنو اللي راح يصير؟ راح نرجع على 1 على 12 من العام الماضي. احنا العام المصروف الفعلي ما انطينا رواتب للكرد. أي. بالنتيجه ما راح نقدر هسه ننطي، صح لو لا؟ بدون الموازنه. انت مره تقول انا اريد للناس هاي الموظفين. هذا استغلال، هذا استغلال. كيف؟ لا هذا استغلال للكرد. كيف؟ استغلال خلي اسميه جزء استغلال قاسي، استثمار لنشوة النصر، استثمار للمناورة اللي سواها ويا السنة السيد العبادي، وضغط على 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 جزء مهم وأساسي من من من, من ناسنا وأهلنا وبلدنا. رئيس الوزراء مسؤول عن خبزتهم، عن رواتبهم، عن أمنهم. هذا استغلال يسمى. هو شنو الحديث اللي دار مع السيد رئيس الوزراء؟ يعني 17% تخيل يوصل الموضوع بالكرد ما يناقشون 17%. اي ما يناقشون. اسالك بالله على 103 تريليون 17% ايش قد؟ لا مو هي لا بس لا لا جاوبني جاوبني عليها جاوبني عليها. حدود 17 ها؟ حدود 18. اي بس ما تنحسب هيك. حدود 18. لا ما تنحسب هيك. والان يردون منكم 10. لا لا ما تنحسب هيك. هسه انا اقول لك ذني 40 ذني راح عن سياديه منا ومنهم ومن المبرك. انت احسب على 60 ولا تحسب على 103. فقصدي هو اذا يظل مكلب بال 17 ما راح يحصل شيء. أنا وياه لا ظل مكلب ال 9.5. أنا وياه مو قضية 9.5، أنت عندك استحقاقات شنو تريد؟ عندك رواتب موظفين. أيه. وعندك استحقاقات فلاحين، وعندك نفقات حاكمة، ذن اللي تريدين ماشي. لا فلاحين بالمقابل 17 شيخ جبار. ها؟ بالمقابل أنت عندك التزامات لازم تأديها اللي هو النفط. مرة أخرى أنا شنو أريد؟ مرة أخرى مو راح تأسس لي تأسيس راح تبني عليه على موازنة. طبعا هاي المناسبة، هاي الموازنة راح تأسس لي تأسيس. نعم. نعم. هذا خطأ. هاي الموازنة تاريخية. تاريخية إيه؟ هاي الموازنة تاريخية. إيه؟ إذا ما أقرت هذا راح تقمم لي. راح ترجع هو شنو يحاول يجرجرنا ما يقر الموازنة على أمل أنه يقول لك راح تجي انتخابات وأي رئيس وزراء قادم راح يرجع يفاوض. لا وجود سيد جبار العبادي يفوز بالانتخابات ويصير رئيس لجنة مالية بالدورة الجاية. يقول لهم مشت سنين عندنا خلاص. لذلك 10. لذلك المطلوب من الجميع انه نبني بناء صحيح من نرجع على البناء المائل السابق، خاصه استاذ مسعود انه موضوعكم اليوم استعراضي انتخابي. اليوم النواب لا, لا 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 استعراضي وانتخابي شنو لا 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 يعني مو استعراضي هذا لا بالازمه الحاليه ويجيك 6.5 7 مليار 8 مليار 7 مليار دولار وانت بهاي الازمه تريد تستعرض ترجع ل 17% اللي تعرف مستحيل ان توفر لك اياها الحكومه. دقيقه يعني دقيقه استاذ احمد دقيقه تفضل. احنا قبل الجلسه عرفنا انه راح يتم بالتصويت درج الموازنه ضمن جدول الاعمال، قلنا اذا ما صار نصاب خلاص احنا ما نكمل النصاب، وفعلا هذا اللي سويناه. بعدين انا اول نائب كردي دخلت حتى اشوف الوضع داخل الجلسه، شفت انه الاعداد ما وصل للنصاب ورئاسة المجلس انه والله اكو نصاب، فخليت موظفين اثنين يحسبون العدد طلع 154 ماكو نصاب. كل اللي صار اليوم هو مخل بالنظام الداخلي وغير دستوري ومو صحيح. كل اللي صار اليوم بس مو قال لك استاذ جبار ورحتوا وطعنتوا وماكو نصاب وماكو نصاب وكسرتوا نصاب يوم الاحد بس اردوس وكسرتوا نصاب يوم الاحد وما انقرت الموازنه احنا وما انقرت الموازنه ايش راح تحصلون استاذ احمد احنا اللي انا اللي الاجتماع اللي اجتمعنا ويا سيد رئيس الوزراء يعني
كلنا ككتل كردية اللي ردنا أنه نصل إلى حل، حل نقطة نلتقي فيه الاثنين، يصير به توازن، نراعي الحكومة، نراعي الوضع، نراعي الوضع. أريد أسمع الحلول الحلول اللي عندك اللي قدمتها اللي مقتنع بها أستاذ جبار واللي ممكن أن يسمعها رئيس الوزراء أو ينقلها أستاذ جبار له. أريد أسمع هاي الحلول اللي ممكن تقنع رئيس الوزراء يمشي بها. ايش عندك حلول؟ هو السيد رئيس الوزراء، السيد رئيس الوزراء أنا حكيت وياه شخصيا في القاعة الدستورية وحتى في اجتماعنا في القصر، أنه اكو بعض الفقرات اللي وضعت في النفقات السياديه هي غير صحيحه، هي مو سياديه. اذا هاي الفقرات نطلعها مثلا وبعدين نحسب مثلا، اعطيني مثال، مستحقات الشركات النفطيه، استخراج النفط، مستحقات المقاولين، هذه موضوع ضمن السياديه وهي ليست بسياديه. هذه اذا نحسبها بشكل صحيح حسب الضوابط، حسب القوانين، حسب الدستور، ممكن أن يساهم في زيادة الكمية اللي وضعت أو المبالغ اللي وضعت للإقليم وضمن الجداول الموجودة. وأكو بعض في بعض الأحيان ماكو حاجة أن نذكر النسب وغير ذلك، هناك نسب موجودة في وزارة التخطيط، هناك نسب موجودة في وزارة التجارة. يعني ما عندكم خشية، ما عندكم خشية من التأسيس. ممكن نتفق على حل وسط. زين، حل وسط سوى اثنين ونص، مو 2.5 مليار تقريبا فرق، إذا قسمتوها بنص واحد وربع وطلعوها من السيادية هاي اللي أشرت لها اللي اعتبرتها مو سيادية. هذا أنا حاسب أستاذ أحمد، أنا حاسب كل شيء على الأكسيل الموجود عندي. زين، وحكيت به للسيد رئيس الوزراء، واليوم خليت زملائي في اللجنة المالية أيضا يشوفوا. السؤال الأخير، الحلول إذا كان، هل هناك خشية؟ الحلول سهلة إذا السيد رئيس الوزراء يريد الحل. زين، عندكم أسبوع وبغداد عن سليمانية اليوم العصر كنت ببغداد. زين، خلونا نحكي. سؤال أخير، هل تخشون؟ أنا شخصيا عفوا، هل تخشون التأسيس تفضل على الموازنة التاريخية اللي أشار لها السيد جبار العبادي، وننسى موضوع الـ 17% ونتعامل مع بغداد، تتعامل مع كردستان على حاجتها فقط، كل موازنة سنتها. احنا اللي طلبناه وفي اللجنة المالية وأيضا ناقشناه مع السيد رئيس الوزراء، حاجة الإقليم هاي 9 تريليون و552 مليار، أي ما يقارب 10 تريليون. وأني إذا باشر سيد رئيس الوزراء أو مكتب السيد رئيس الوزراء يتصلون بي، أصعد الطيارة وأجي لبغداد، لأن إحنا نريد معالجة هذا الأمر وأن نكون جزء من الحل. لكن إذا شفنا أن الحكومة والكتل السياسية يريدون تهميش الكرد وإقصاء الكرد داخل الموازنة، بكل تأكيد سيكون لنا موقف آخر. زين، كم مواطن عراقي كردي عنده آيفون إكس مثل هذا اللي شفته عندك؟ وراح يتصلوا بك لا مكتب رئيس الوزراء راح يتصل بك على الآيفون إكس اللي عندك، أوكي؟ ملاحظة قوية. زين، خلينا نروح على الفيسبوك. عبد السلام الجميلي، تحية طيبة لك ولضيوفك الكرام. المقترحات التي يقدمها أغلب البرلمانيين الكثير منها يصب في صالح المواطن، لكنها غير سهلة التحقيق، وأن المطالبة بها دعاية إعلانية ليس إلا وسوف لن يؤخر، سوف ولن ما يصير أنسوه. زين، سوف لن يؤخر ذلك في إقرار الموازنة. أهم العراقيل التي تواجه الموازنة هي حصة الأقليم والتي سيتم حلها بتعليمات دولية كجزء من الوساطة وتسوية الخلافات بين الحكومة المركزية والإقليم. أما بشأن مؤتمر المانحين في الكويت فلا أعتقد أنه سيحقق نجاحا ملموسا في ظل الشروط التي لا تتفق مع الجانب العراقي، ولن يفي العراق لحد الآن بأي من الالتزامات التي طالب بها المجتمع الدولي، وأهمها القضاء على الفساد والذي يقف خلفه الأطراف التي لا ترغب في نجاح هذا المؤتمر، منافسو العبادي بين قوسين، خصوصا في هذا الوقت، لأن نجاحه سيجعل العبادي بطل التحرير والنهضة. شوف الضاد مال النهضة وشوف الضاد مال ظل، بس ركز لي عليهن عبد السلام في الشارع العراقي، وسيكون ذلك على حساب سمعتهم في الانتخابات القادمة.
أكرم آمن وعد رعد رعد حمدوش الغزالي. السلام عليكم. السياسة المالية في العراق متعثرة في معرقلين الإقليم والمناطق المحررة، ومشكلة الإقليم قد تمرر بضغوط الجانب الدولي، فبحسب علمي أن له الحق في فرض ما يراه مناسبا على البلد المقترض، والعراق ملزم بذلك لكثرة موارد القروض. ومشكلة المناطق المحررة معقدة، لذا سيكون لها الأثر الكبير في نجاح مؤتمر المانحين من عدمه. والعبادي قد يبدو ولأسباب تكتيكية متعاطفا مع تلك المناطق، وأكبر الظن أنه لا يحظى بما يصبو إليه في ذلك. تحياتي. من عندنا أسعد النايف. أنا بالمناسبة قمت ما أسمعكم، بس أسعد النايف أعتقد أن المؤامرة سوف تحاك للإطاحة بالعبادي من قبل المالكي من طرف وحكومة الإقليم، وإن طلع بينا جول أسعد ولن يقف معه إلا قلة قليلة، وهي التي تريد مصلحة البلد. سوف يأخذ العراق منعطف دموي في حال لم يفز العبادي في ولاية ثانية والعودة إلى مربع 2006. أسعد النائف واضح صوتك رايح لإئتلاف النصر أسعد. أشكرك الشكر الجزيل السيد، شكرا لكم على هذه التعليقات، شكرا جزيلا للسيد جبار العبادي عضو اللجنة المالية النيابية، وكذلك الشكر للسيد مسعود حيدر كنت معي من السليمانية عضو اللجنة المالية النيابية، وشكر أيضا موصول للدكتور محمد تميم الذي غادرنا قبل قليل رئيس اللجنة المالية النيابية. أخيرا أشكركم، نشوفكم باشر إن شاء الله.